وصل الخط بوشي. لك ليش ما عم يردوا علينا؟ والله رح جن. جول، ليكي إذا قدرتي تحكي معه سأليه عن باريش، عرفي إذا كان منيح، قولي لي لأنه عن جد أنا كتير قلقت عليه. تمام يا روحي تمام، رح أعرف كل شي وخبرك، أنت لا تاكليهم. أخي؟ خير إن شاء الله، من وين جايين؟ كان في عنا شغلة مهمة يا عمتي. شوفي يا خلص دوامة لعمتك ورجعت على البيت. تعالي أصلي لنشرب شاي. جول وانتي تعالي. والله يا ريت يا أخي، بس مانك شايف ما في حدا غيري بالمحل. أكلها نص ساعة، سكري وتعالي. ايه يلا أختي جول لو سمحتي. ما فيني أكسر كلمتك يا فصعونة، يلا جاي. يلا. يلا تعي. اعتبري حالك خالتها لهديك البنت العايشة على كرسي متحرك. يا روحي شوف، فوتتها كان على السجن ما رح تخلي البنت ترجع تمشي على رجليها، بس إذا ها كان فات على السجن صدقني حياته رح تتدمر. أستاذ كلام الخالة جاهدة مزبوط، ها كان ما بيقدر يتحمل شهر بالسجن مو سنة، وكمان الخالة هاندام ما رح تتحمل الفكرة أبدا. بعدين كيف بيطلع من قلبك تعمل هيك شي بعيلتك بقريش؟ خالتي لا تعملي هيك لو سمحتي، ها كان هو أخي وروحي كبرته على إيدي، معقول يعني حب شوفه عم يتعذب؟ بس مجبورين نطبق القانون. ليك إذا كان في غلط بقلب هالقصة أنا بحمله برقبتي ماشي، وهلأ أتصل فيه وقل له أنه بحياته لا يرجع لهون، نبهه ما يرجع، يعني يعيش هنيك هربان أحسن ما يجي لهون وينحبس ويموت. هاكان؟ هاكان؟ شو صار؟ راحت الطيارة عليك ابني؟ لا أنا رجعت يا خالتي، أمي راحت بس أنا ما قدرت. تذكرت كل شيء يا خالتي، أنا اللي عملت الحادث،